السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام، لاباس عليكم؟ بخير صحيح لاباس؟ عواشركم مبروكه، كي درتم مع هذه الاجواء؟ ايوا نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الظروف والاحوال. عفوا، اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد، بغيت نشارك معكم واحد الكراتان ديال الدنجال والكفته. هانتوما شوفوا المقادير اللي غادي نحتاجوا فيها. بالنسبه للمقادير اللي قلت لكم، غادي نحتاجوا الكفته. هذه الكفته راه ريجيم، راه ما فيها حتى حاجه، ولكن الا خديتوها انتم فيها العطريه، المهم نقصوا من الملح. وهذا البنجال، البنجال انا غادي نوريكم كيفاش درت له. وهذه لاصوص طوماط، خلاص راه كلشي عارف، بزار الملح، زيت العود، الثومه، شويه واحد الامباسي دو سكر غير باش تهرس ديك الحموضه، وزيت العود خلاص، وواحد ربعه البيضات. البنجال قشرته درته بحال هذا الشكل، غادي ندير بحال غادي نشوي. هانتوما غادي تشوف، هذا غادي ندهنو غير هكا بالشيته فيها الزيت، ونديرها في الفيل بحال هكا، غير ندهنو، ماشي نديرو بحال لي كنقليوه، نقليوه ندهنوه من هنا ومن هنا، غير بقا نشوف بحال هكا. ونديرو لي تشوى بحال هكا. هاد المقيلة ديال وجدة، هادي خليتها غير بحال هاد المسائل هادي. وراني قبل درت عليها، درت على ديك الدنجال، درت عليه شوية الماء فاش قشرته، صافي يطيبو هاد التلاتة ديال الدنجالات لي بقاو عندي، ونطلقها. وهنايا بعد ما خلينا ديك الدنجالات تيطيب كملو الطياب، هنا راني شحرت البصلة واحد جوج بصلات موين، وغادي نزيدو عليهم هاد الكفته شحرتها هي هاكا، ونخليوها تفرتح، نفرتوها بحال هاكا باش مطيبش مكور. وهنايا راني درت البطاطا، نسيت مقدمتها لكم في اللول، البطاطا تتسلق مع وريقة سيدنا موسى وشوية الملح وشي ضريصة ديال الثوم. نزيد العافية، دير شوية هنا، ديري هنا، هاهي شتي، هاهي هو الدنجال بدا فيه تشوى، غير بديك الزيت لي درت، لي غير درتو بالشيطة، ماشي ضروري هنا. والبصلة خلاص شحرتها مع شوية زيت العود، واحد الطريف ديال الزبدة، إلا ما طاحت صافي نوض ونحط الكفته. المهم انا الكفته راه عندي ريجيم، ما فيها لا ملح لا حتى حاجه، انا عاد غادي ندير العطريه ليها زعما كلشي. الثومه لا، الثومه الا كانت الكفته شريتوها فيها القوام بالطول ديال الملح. صدقوني تيجي هاد الكراتان زوين. صافي غادي نبقاو مع هكا، ودابا غادي ندير العطرية. دابا غادي ندير شوية الملح، شوية البزار، بسم الله. شوية ديك الفلفلة حمرا، واحد شوية ديال الكمون، وعينينا على هاد الدنجال، مرة مرة نقلبوه بحال هاكا، هاهو راه تيجي بحال مشوي، وهو ماشي مقلي، هاهو راه بدا تيطيب، راني غير ناقصة البوطا. ونسيت ما قلتلكمش لاصوص طوماط، راني قلتلكم مقيلة غير بزاف الملح، شوية الكمون حتى هي صافي. حيت هادي عندي كفتة ريجيم مفيهاش كاع الشحمة، كاع راه متلقاتش هانتا، متلقاش كاع ليدا،
نشوف هذا الجزر كيف بدات يتحمر. صافي هو ربع كيطيب. صافي غير من غير ديك المره الاولى اللي درت له الزيت بالبانسو ما عاودش حتى حتى المقله ناشفه. وهنا الا بغيتو هاد الكسطون كون ديك العطرية ديال الكسطون ديروها، ولكن ردو لبان الملح و أصلا هاديك الكسطون فيها فهي الملح. صافي هيا قربت تطيب. نحيد الدجاج وغادي نصفي هاد البطاطا ونطلقها. وهنايا بعد ما حيدت البطاطا من الما صفيتها درت لها المعدنوس و راه خلاص راه مسلوقه بالملح. غادي نزيدو شويه البزار غير شويه وغادي نمعسوها بحال هكا ما حدها سخونه ماشي حتى ترجع بيوري رطبه زعما حيت غير نمعسوها وصافي. صدقوني تتجي زوينه مع المعدنوس تيتواتا بزاف مع البطاطا. مخصهاش تمعس بزاف ترجع بحال بحال الزبده ولا صافي. هنايا غادي نشد شويه الطبلات تزعزع شويه لاصوص نفرشها هكا في الارض الارض نيته ديال المول. ديرو غير شويه باش ملي نكونو تنهزو الضغمه و تهز تا لاصوص. غادي نشدو الدنجال غادي نفرشوه و نختارو هادوك الصغار نديروهم لتحت انت شتي راه طاب. كاين اللي بغا يدير هنا ديك البطاطا و يروليها، انا هكا تنديرو طريقه سهله. غادي نشدو سميتو هذاك الكفته اللي درنا نرشوها حتى هي هنا. نسيت ما جبتش فرماسيون دويتشي بها اسماء. هنايا غير شويه ديال الكوزه كيف ما قلتها لكم غير شويه. تعيدات هادي حيت البطاطا ثقيله. غادي نشدو هاد الفرماج ساندويتش و الا كان تا الفرماج لاخر شي مرة تندير ما كان لا هذا لا هذا بلاش انا غير تنضيفو شي مرة تصافي. و المورتزاري لا هو لاخر الفرماج الاحمر هدا مكانش الانسان يدير تا هدا كيتوا تما. صافي دابا غادي نديرو نزيدو هاد الكفته ها انت راه ما فيها لا هذا شتي حيت واخا هكاك راه بقات فيها لا ما فيهاش الشحمه. صافي تندير
نسيت ما سرحت هادي، صافي تنسرح هاد هاد البطاطا اللي صافي تنسرحو نسرح هاد هادي المهم نسرحوها بحال هكا على ما تقد يتغطى هاد الكفته ويتغطى الفرماج ونطلقها. بعد ما سرحنا البطاطا اللي معسنا على هذيك الكفته غادي نعاودو نغطيو بالبنجال. المهم انا تندير بطريقه عشوائيه، صافي. وشديت هاد لاصوص طوماط درتها في هاد البول ودرت عليها هذيك ربعه البيضات، صافي تنفرغها على هاد اريديك، صافي قلت لكم تنفرغها على الوجه. راه حيت المول عندي صغير، المهم راه غادي تهبط، غادي تهبط هاد يهبط هاد البيض وهذا غادي يدخل حتى في وسط البطاطا. صافي تنغطيو لها هكا الوجه كلها بهاد البيض ولا صوص طوماط، وغادي نشعلو الفران وندخلو غير تكغاتينا من الفوق، راه كلشي طايب ونطلقها. وهنايا بعد ما نتسناو الكراتان يتكغاتينا في الفران، غير بغيت نشارك معكم واحد الشلاضه. هذا الشعير، الشعير تيتباع هكا مقشر وسلقته نص سلقه بليطو سلقه كامله زعما راه طايب بشويه الملح والثومه، ودرت هنايا هذه سميتها اللوبيا الخضراء حتى هي غير مفوره ومقطعه طريفات صغار، وهاك المايس وفلفله اورانج وشويه الطون وشويه الزيتون مقطع. تجي هاد مع اليوم سخون الحال، انتم شفتوا هاد السيمانه كلها بحال الصيف، وطوماط سوري غير تزين. المهم غادي نشارك معكم واحد لاصوص باش نديرو هاد باش نرافقوا هاد السلطه. غنديروا واحد المعلقه ديال جبلي، غنديروا واحد ثلاثه ديال المثلثات فرماج مثلثات، شويه الملح عندك، راه الجبلي راه اصلا مالح، شويه البزار، صدقوني كتجي هاد لاصوص زوينه، واحد شويه لاموطارد. المهم على حساب الكميه اللي، وهادي اندالوس صوص اندالوس. عندك وراه حاره هاد صوص اندالوس تكون حاره، نجيب شويه ديال الحليب وغادي نديرها بشويه الحليب، وغادي نميكسيو بهاد البغا ميكسور. تجي بحال المايونيز وهي خفيفه، شفناها هانت نجبان نوريلكم لا تيكستور.
نجبدو معلقة على تيكستور ديالها. المهم نتوما تحكموا فيها على حساب، الا جاتكم ثقيله زيدوا الحليب، جاتكم خفيفه زيدوا داك الجبلي. وهنايا بعد ما خلطت هذا غادي نزيدوا هذه الانواع ديال الفرماج. صدقوني راه يجي زوين مع هذه الفرماجات والطوماط سوريز وصافي تنام. صافي تنخلط. واحد يتحكم في الدرجه ديال الملح كيف ما بغى. صافي هاد الشلاضه والله الا صدقوني تتجي منعشه، وسيرتو فهاد ملي تيكون الحال سخون. وهذا الشيء اللي بقى تنديروه في الدريساج من الفوق. بقاو معايا. وهنا بعد ما طبنا الكراتان تكراتينا هكا تيكون الشكل ديالو ما شهيتكم فيه، والله الا تيجي زوين. مازال سخون تخرجناه من الفرن. بقى تيجي الشكل ديالو. ركزي اسمع على هذا الداخل. والشلاضه ديالنا هكا تتجي. تنحطوها هكا عشوائيه في الطبسيل. تنديرو هاد الوريقات ديال المعدنوس. وهادو الخبيزات كالعادة. هاد النهار كبرتهم شوية. هاد النهار راني كنت جينيروز في العجينة هاد النهار في كريسات الخبز. يو نتمنى ينال هاد الكراتان إعجابكم، ونتمنى تجربوه. راه فعلا والله الا راه تيجي زوين ولذيذ لداخل. تيجي ديك لاصوص وديك الفروماج والبطاطا تتجي لذيذه، وديك لاصوص الطوماط عرفتي تعطيها واحد البنه ما نقولش عليكم، ما نقولكمش عليها. هي هذيك ياك. ايوا حتى لهنا تنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وتسمح لي اللي كانت محمر البارح واحد السيده قالت لي تقي طلبي السماحه من المتتبعين ديالك تبعي يسمحوا لي. ايوا ما تكرهتش لي تتحمت تسمح لي وما عندي ما ندير. حتى هنا تنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر ان شاء الله.